تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو، والاجتماع هو الأول منذ الاشتباكات التي جرت بين جنود إسرائيليين ولبنانيين على الحدود بين البلدين، والتي سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين. ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع للوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إضافة إلى مناقشة مسألة إطلاق صواريخ على ميناء إيلات الأسبوع الماضي.